كانت أساريره منشرحة. عبد الباري ينظر إليه، هل ما زال لديه متسع من الوقت كي يتراجع؟ كان يتساءل، ولكنه كبح جماح تساؤله بأن تذكر أنه سيكسب دون ما كبير عناء 150,000 درهم. أليس مبلغا محترما؟ بلى هو محترم. كاد يضحك فرحا ثم اكتفى بابتسامة. قام عبد الباري بعد المبلغ، كان 1,500,000 درهم غير منقوص. أخذ 150,000 درهم وقال هذا نصيبي. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى. حبال المال، الحلقة 32. لم يكن عبد الباري المكنسي نائب المدير التجاري بشركة البسكويت بالقنيطرة يتوقع أن يلتقي برفيق الدراسة القديم عبد الحميد الشملالي. يوم اتصل به حسب أنه يريد مقابلته لغرض الحصول على عمل له أو لأحد معارفه أو فرد من أسرته. لم يكن بمقدوره أن يتملص من مقابلته، فلعبد الحميد الشملالي أفضالا عليه، إذ كان من أوفى أصدقائه القدامى، وكثيرا ما أسعفه بما كان يحتاج إليه من مال، لذلك لا مفر من مقابلته. تواعد على اللقاء صباح ذاك الرابع من أبريل في مقهى وسط المدينة. لما وقف الشملالي بالباب وبرغم لحيته الكثة وذاك الطربوش الأبيض الذي كان يعتمره، وبرغم السنين الطويلة التي مرت، فإن عبد الباري استطاع أن يتبين ملامحه. نظرته التي يطل بها من وراء نظارتيه الطبيتين لم تتغير. تعانق، لم يخلو اللقاء من حرارة، وإن كان عبد الباري كدأبه يتساءل في قرارة نفسه عن الأمر الهام الذي أراد الشملالي أن يستشيره فيه. حضرت الذكريات البعيدة لتكون مادة تمهيد للموضوع الذي من أجله يلتقيان. تحدث الشملالي عن استقراره في أمريكا منذ سنوات وعن تعاطيه التجارة، ثم انتهى إلى قصده. قال لعبد الباري إنه يريد أن يستودعه مبلغا من المال حصل عليه لقاء بيع جرارين ومعدات فلاحية لأحد كبار الفلاحين. استفز الأمر شكوك عبد الباري، وأبدى إصرارا على معرفة مصدر المال، 1,500,000 درهم، قبل اتخاذه قراره. تطور الحديث بين الرفيقين القديمين. ظن عبد الباري أن الرؤية صارت أوضح إلى حد ما عندما برر ما يريده بعدم رغبته في دفع الضرائب. قال إن ذلك يزعج زبناءه أيضا، غير أن الأهم هو العرض الذي قدمه الشملالي، أن يدفع 10% من قيمة المبلغ لقاء الخدمة. حاول أن يحلق بصاحبه عاليا حينما قال إن تلك الصفقة ليست سوى الأولى، وإنما هو آت أهم. كانت تلك الابتسامة التي ارتسمت على وجه عبد الباري كافية، فسرها الشملالي بأنها رضا وقبول. لم يكن الشملالي يحمل محفظة ولا كيسا، خيل لعبد الباري أن الرجل يحمل المال تحت جلبابه البني، ولكنه طلب منه انتظاره. نهض وخرج من المقهى، رآه يختفي في شارع متفرع عن الشارع الرئيسي. مضى ما يقرب من نصف ساعة ثم ظهر من جديد بالباب، كان في يده كيس أسود. لما عاد إلى مقعده لم يكن يبدو عليه انقباض أو توتر، كانت أساريره منشرحة. قال: تعلم يا صديقي أنك أصبحت منذ الآن شريكا لي؟ صمت قليلا ثم أضاف: في التجارة. عبد الباري ينظر إليه، هل ما زال لديه متسع من الوقت كي يتراجع؟ كان يتساءل، ولكنه كبح جماح تساؤله بأن تذكر أنه سيكسب دون ما كبير عناء 150,000 درهم. أليس مبلغا محترما؟ بلى هو محترم. كاد يضحك فرحا ثم اكتفى بابتسامة. اقترب منه الشملالي، نظر في عينيه ثم قال:
تعلم يا صديقي أن الثقة بيننا قائمة، لا أشك في ذلك، ولكنك تعلم أن الأسلم أن تعطيني ضمانة حتى إذا ما استعدت وديعتي رددت عليك ضمانتك. لك أن تختار ما تشاء. ما هي الضمانة التي تريد؟ أن تعطيني شيكا بنصف المبلغ، هل توافق؟ ألم تقل إننا صرنا شريكين؟ سأعطيك الشيك. أخرج من محفظته دفتر الشيكات، كان الشملالي يتابعه وهو يكتب 675,000 درهم. نظر إليه عبد الباري. لحامله، قال الشملالي بلا تردد. استجاب عبد الباري 675,000 درهم لحامله. لن أسلمك الشيك حتى أتأكد من المبلغ، وأنا موافق. ضحك، كان الرجل الذي اشتعل رأسه شيبا قد غادر المقهى، ولكن رائحة سجائره بقيت. اتفق على أن يمضي إلى مكان آمن لعد المبلغ وإتمام الاتفاق. لم تكن سيارة عبد الباري بعيدة عن المقهى، توجه إلى مكتب سناء زوجة عبد الباري، لم تكن هناك. أغلق الباب. قام عبد الباري بعد المبلغ، كان 1,500,000 درهم غير منقوص. أخذ 150,000 درهم وقال هذا نصيبي، هو لك، هات الشيك. أخرجه من جيبه وسلمه إياه. لما كان يغادران ذاك المكتب شاهد سيارة شرطة تقيف بمحاذاة سيارتهما. بالنسبة لعبد الباري لم يكن في الأمر ما يلفت الانتباه. في الجوار مقاطعة إدارية، كان يحمل في يده الكيس الأسود. لما بلغ السيارة فوجئ بأربعة شبان يمسكون بهما. يذكر عبد الباري أنه سمع أحدهم يقول نحن الشرطة. لم يستغرق الأمر أكثر من ثوان معدودات، ها هما الآن في سيارة الشرطة. ظل عبد الباري ممسكا بالكيس الأسود. أخذت السيارة وجهة المقر الرئيسي للأمن الوطني. في مكتب ببابه رجل شرطة وجد الاثنان في انتظارهما 3 محققين. نظر إليهما ذاك الذي بدا رئيسهم، ثم توجه بكلامه إلى الشملالي. أهلا الشملالي. كان ذو اللحية الكثة خافضا بصره، وللمرة الأولى منذ التقاه رأى عبد الباري الصلع الذي لحق رأسه. أثناء القبض عليهما فقد طربوشه الأبيض. واصل الذي تبين الآن أنه الرئيس. 6 أشهر مرت الآن، 6 أشهر على فرارك من السجن. هل تظن أننا لن نستطع القبض عليك؟ كلا، كنا نراقب كل تحركاتك وكل لقاءاتك، لأننا كنا نعلم أنك ستحاول استعادة ما حصلت عليه أثناء السطو على وكالة التأمين قبل عام. أصيب عبد الباري بالهلع والذهول. في لحظات صار متهما بالتواطؤ مع مجرم حقيقي. الكيس الأسود وما بداخله حجة على تواطؤه، والشيك الذي اكتشف بحوزة الشملال حجة أخرى. أحس بأن حياة المدير المالي المساعد في مصنع البسكويت قد انتهت. بدأ يستشعر ضيقا في التنفس، ثم أغمي عليه. لما أفاق اكتشف أنه في المستشفى. كان الوقت مساء. سيعلم لاحقا من المحامي الذي وكلته زوجته للدفاع عنه أن الشملالي رفيق الجامعة. لما عاد من لندن حيث فشل في دراسته استقر بالدار البيضاء، ومع تدهور وضعه المادي استقطبته عصابة لترويج المخدرات. كانت العصابة توسع نشاطها إلى أعمال السطو كلما وجدت إلى ذلك سبيلا، وكذلك تم السطو قبل عام على وكالة للتأمين. كانت الحصيلة 150 مليون سنتيم. بعد الفرار تولى عبد الباري إخفاءها، توجه إلى القنيطرة إلى منزل مهجور في المدينة القديمة يعود إلى أحد أقاربه. دفن المبلغ هناك. بعد أيام تم القبض عليه. في السجن خطط للهروب. خرج وسط القمامة في شاحنة الأزبال. في أقواله أنه وقع صدفة على بطاقة زيارة عبد الباري المكنسي، ولما أدرك أنه رفيق الجامعة القديم وأنه ذو منصب مهم في شركته قرر أن يجعله جسره إلى تأمين ما تم السطو عليه. سهل عليه ذلك لما عرض عليه نسبة مغرية.
هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون، قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى.